إذن مشاهدينا الأوفياء مشاهدي كاترونتسيس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة حي مولاي رشيد. كيف تعرفوا تعليمات صارمة من الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء من أجل الحد من الملك العمومي. كتشاهدوا معنا الآن كنتواجدوا بمكان بمنطقة حي مولاي رشيد الملقب بالخيرية، خيرية مولاي رشيد. كتشاهدوا معنا هذا المكان، هذا كانوا محتلينه الباعة، يعني هذا المكان هذا كان الطريق، يعني حتى من هذا البلايص ديال الطريق كانت محطوطين فيهم الباعة اللي محتلين هذا الملك العمومي في الخيرية ديال مولاي رشيد. كتشاهدوا معنا الآن في هذه اللحظات السلطات المحلية يعني في هذه المنطقة هذه كتشوفوا كيحاولوا يحيدوا هذا الشيء كامل اللي كاين هنايا، يعني بتعليمات صارمة باش الحد من هذا ظاهرة استغلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء. يعني كتشوفوا معنا التراكس بانها خدامه كتحيد هادشي اللي كاين هنايا. غادي نحاولوا نقربكم من الصوره مشاهدينا الاوفياء مشاهديك كونسيس. يعني زمن احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء ما بقاش بصفة نهائية، تعليمات صارمة من أجل الحد من احتلال الملك العمومي في مدينة الدار البيضاء. هذه المرة كان في منطقة مولاي رشيد. كتشوفوا هذا المكان هذا اللي كان كله احتلال الملك العمومي. خليكم معنا مشاهدينا غنشوفوا أحد المواطنين اللي غيصرح لنا شنو اللي واقع. الباعة المضرورين هاد المسؤولين اللي داخل في الخيريه هما كيتلاعبوا بينا، هما اللي كيحرضوا علينا المسؤولين في بلاصة ما انهم يريحوا معانا ومع المسؤولين ديال عماله مولاي رشيد ويلقاو لنا واحد الحل. داولوا هذا النشاط ديال التجاره كيتاجروا بواحد الطريقه مسؤوله.